نوغا غلاسي. واش دير؟ نوغا نوغا غلاسي. نوغا اي الله الله. نوغا غلاسي اللي دوك سخانه بزاف الاخر نحبوا ناكلوا بزاف المثلجات كما حنا نقولوا. منشطه هي منشطه فيها تعتمد على المكسرات اكثر نعم. شيء. نعم فيها المكسرات نعم. واش فيها لطفي لانوغا غلاسي تاعنا اللي نديرها الطريقه تاعي خاطر الطريقه كي يديروها بالبيت كل واحد الطريقه تاعو كيفاش يديرها. واش هي طريقتك؟ هنا واش عندنا؟ عندنا لهنا 200 سنتيلي تاع قشده. لا كريم فريش لازم تكون هذيك الايباس مخصصه للطبخ هذيك اللي تجي ثقيله. نديروا لها لهنا نطلعوها بالباتر باك حتى نحصلوا على الكريمه هكا صافي ما نديروا لها والو. اوكي. ومن بعد واش عندنا؟ عندنا لهنايا 100 هنايا درنا 100 غرام تاع جوز ولا تحب نديروا كاوكاو ولا كل واحد واش عنده موجود في البيت. وانا درت كميه تاع الشوكولا لهنايا اللي رحيتهم لهنا بالاشوار. اوكي. صافي واش عندنا لهنا؟ عندنا لهنا كريمه القشده لهنا بعد ما طلعناها حتى نحصلوا على بريز اون كريم شونتيي. عندنا لهنايا 100 غرام تاع جوز و50 غرام تاع الشوكولا اللي كنا رحيناهم بالاشوار لازم نخلوهم كونكاسي باش كي ناكلوها نحسوا بهم. عندنا لهنايا 5 ملاعق تاع طوفيا كراميل. عندنا لهنا زوج علب تاع كريم ديسير بدوق الكراميل. وعندنا لهنايا زوج ملاعق تاع القهوه، قهوه تكون بارده لازم. وانا قرصات الملح باش نعدلوا الذوق. هذا قهوه طيبه في البلاس عادي كيما راني نشرب فيها. قهوه عاديه عاديه نعم. حقيقتكم نعم. واش نديروا؟ عندنا لهنايا قلنا الكريمه بعد ما طلعناها وحدها لهنايا نعرفوا الكريم فريش اللي ما يحبش يدير حاجه حلوه ولا يشري القشده هذيك يطلعها بك بالباتر تحصلوا على كريم شونتي. هنا نديروا زوج ملاعق تاع القهوه. لازم نديروا كذلك زوج علب تاع الكريم ديس لا هذا الكريم ديس بذوق الكراميل. هنا قرصه تاع الملح هنا باش نعدل الذوق. نطلعوا نبداو نطلعوا بالعقل ونضيفوا المكونات الاخرى كذلك. نبداو نضيفوا المكسرات هنا تدريجيا كذلك اللي هنا نضيفوهم. واش نوع المكسرات اللي اخترت نادين؟ نعم. واش نوع المكسرات اللي اخترت؟ هنايا درت الجوز لهنايا، نحب انا النوكا نحب نديرها بالجوز، كاين اللي يحب يديرها بالكاوكاو، كاين يديرها باللوز، كل واحد واش عنده موجود في البيت، ودرت له لهنا لطفي درت 100 غرام تاع الجوز، ضفت له لهنا 50 غرام تاع الشوكولا لهنايا، وريحتهم بالاشوار عادي. راح يتنكه بالشوكولا. نعم. صافي هنايا شوف لانوكا كلاسين نقدروا الذوق تاعها كيما نحبوا حنا. ونضيفوا لهنا 5 ملاعق تاع طوفيا كراميل. صافي هذه اللي حد مدنا الحلاوه في النوكا ديالنا. ومن بعد نطلعوا كله هنا نخلطوا هذا الخليط كاع بالباتر. ونعمروها لهنايا في امو لازم نديروا له لهنا بابي فيل ونديروها في الثلاجه تقعد ليله كامله ودوك لطفي لا برد. الجوز يدقشوه بصح ما يرحيوهش كامل يخلوه. شنو هو؟ الجوز يخليه واحد لا الجوز راه هو هنا كونكاسي كيما نقولوا يبقى حبيبات باش كي تاكل تحس خاطر كان رحيوه كامل. شكون القرمشه هذيك؟ نعم. بعد هذيك تحطها في المول. نعم دوك هنا حطيت فيه سيلوفان. لازم نديروا له بابي هنايا بابي فيلم لازم يكون باش تقدر تقلبها باش نقدروا نقلبوها. نخلوها في الثلاجه تقعد ليله كامله هي من الاحسن باش على باش تشد روحها مليح للنوكا ديالنا. وتقدم بيسور بارده في بلاصه ديال كلاص ولا نقدموها. عشاق الحلويات راح يستمتعوا معنا اكيد.